تتواصل والانطلاقات تتوالى شوطا بعد شوط في يوم الختام، في يوم الرموز، في يوم الذهب، في حضرة السيف الذهبي على سباق المؤسس. وانطلق شوطنا الثالث في مساء هذا اليوم، هذا الشوط خاص بالحيل، وأرحب بالزميل بدر بن وجب العتيبي. أظلمي من جودها الواسع شمال. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير وبركة في هذا في ختام سباق المؤسس. طيب الله ثرى لسباقات الهجنة العربية الأصيلة على بركة الله. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ينطلق الشوط الثالث وهو الشوط الخاص بالحيل الأصايل مع انطلاقات المسافة 8 كيلومترات. سيارة رصدت للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية من المركز الثاني حتى 10 المراكز. نسير مع المركز الأول، نتابع أول التحديات في هذه اللحظات الجميلة، نتابع الأسماء المنطلقة والباحثة بناموس هذا الشوط. نتابع المركز الأول بنت شاهين لراشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيم، ولكن الدخول من قبل مشاهدينا الاعزاء صرخه لناصر بن مغير بن سالم بن حارب العميمي، غير في هذه اللحظات الاول المراكز. المركز الثالث، ثالث التحديات، نجد في هذه اللحظات افعال لمشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي، بينما المركز الرابع، المركز الرابع في هذا النداء، نتابع المنطلقه بنت شاهين لراشد بن سعيد بن حمد بن غافريه الفلاسي، بينما خامس المراكز وخامس الأسماء يصل في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء شعار صالح بن محمد اليامي من واقع الشعار. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى. نعود إلى المركز الأول، نعود مشاهدين الأعزاء إلى مقدمة هذا الشوط، نعود مع الكادر الأول عبر قناة الريان الناقلة لكم أحداث وانطلاقات هذا المساء الجميل. بن شاهين لراشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي، بينما ثاني المراكز صرخة لناصر بن مغير بن سالم بن حارب العميم يتقدم مع ثاني المراكز. المركز الثالث، وصلت في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء افعال لمشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي، احتل المركز الثالث، بينما رابع المراكز ورابع الأسماء بن شاهين لراشد بن سعيد بن حمد بن غافرية الفلاسي، بينما المركز الخامس أهازيج لعاطب بن صالح بن محمد الرشيد اليامي يتقدم مع خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى الفايف ستار في هذا الشوط. نعود إلى المركز الأول، صرخة على الصدارة، صرخة على المركز الأول، ناصر بن مغير بن سالم بن حارب العميمي الضيف العزيز القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة هنا في هذا السباق، بينما المركز الثاني بن شاهين لراشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيم يتقدم مع ثاني المراكز. المركز الثالث، ثالث التحديات، نتابع المنطلقة والمتواجدة على المركز الثالث. وصلت في هذه اللحظات افعال مشعل بن حمد بن محمد بن حسين بريدي، بينما رابع التحديات رابع المراكز مشاهدين الأعزاء، وصلت بن شاهين لراشد بن سعيد بن حمد بن غافرية الفلاسي، بينما خامس المراكز يتدخل في هذه اللحظات شعار صايد الرموز يقدم لنا شقرة منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء، هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. نعود إلى المركز الأول، يا سلام يا البداية، البداية مع صرخة، صرخة على المركز الأول، ناصر بن مغير بن سالم بن حارب العميمي يبحث عن السيارة، يبحث عن الناموس المميز لأبناء دولة الإمارات. هذا هو شعار العميمي على الصدارة، يتصدر على هذه المجموعة بالانطلاق الأول، بينما ثاني المراكز بن شاهين لراشد بن ناصر بن راشد بن
جبر النعيم يتواجد شعاره مع ثاني المراكز وثالث الأسماء. وصلت أفعال اليوم يوم الأفعال لمشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي. وصل شعار البريدي مع ثالث المراكز. المركز الرابع بن شاهين لراشد بن سعيد بن حمد بن غافرية الفلاسي. بينما المركز الخامس وصل شعار صايد الرموز يقدم شقرة منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى مع تحديات هذا اليوم، يوم الختام. أشواط الرموز وأشواط السيوف والخناجر تحضر في هذا اليوم المميز. نعود إلى المركز الأول. صرخة لا زالت على الصدارة، صرخة لناصر بن مغير بن سالم بن حارب العميمي لا زال متصدر على هذا الانطلاق، يقدم صرخة. بينما ثاني المراكز أفعال تتسلل في هذه اللحظات إلى ثاني المراكز لمشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي. بينما ثالث المراكز المركز الثالث بن شاهين لراشد بن سعيد بن حمد بن غافرية الفلاسي. بينما المركز الرابع بن شاهين لراشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيم يتواجد مع المركز الرابع. بينما خامس المراكز وصلت الشعارات الخطيرة، وصلت الأسماء الكبيرة، عبرت العبور إلى خامس المراكز لزيد بن محمد بن زيد بن ديلة المري. واصل مع هذا الأداء المميز، مع هذا الأداء الجميل يقدم لنا مشاهدي الأعزاء العبور القادمة لأول ندى لها في هذا الشوط المثير. ولكن الاسم القادم وصل من الجانب الآخر، شعار سيب مسلم بن قنزول بن حمرور العامري يتدخل مع حملولة في خامس المراكز. ولكن الله يهازيج مشاهدي الأعزاء لعاطب بن صالح بن محمد الرشيد اليامي. هذه الأسماء الكبيرة مع انتصاف المسافة 4 كيلومترات يا متابعين يا مشاهدي قناة الريان. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى التحدي الأول. لا زالت الأمور والسيطرة مع صرخة على التحدي الأول. صرخة مع الأداء المميز، يا سلام يا صرخة لناصر بن مغير بن سالم بن حارب العميمي. ولكن وصلت في هذه اللحظات، يا سلام يا بن شاهين، شعار الفلاسي راشد بن سعيد بن حمد بن غافرية الفلاسي وهنا القادمة والمعلنة لهذا الانطلاق. نتابع الأسماء الكبيرة، نتابع الأسماء المميزة اللي على ثاني المراكز. هذا هو مشاهدينا الأعزاء الشعار المميز الذي يتواجد مع أفعال مشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي. وثالث التحديات هذه بن شاهين لراشد بن سعيد بن حمد بن غافرية الفلاسي. بينما المركز الرابع رابع التحديات بن شاهين لراشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي. بينما خامس التحديات هملولة لسيب مسلم بن قنزول بن حمرور العامري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى. لم يتغير شيء على المقدمة، هناك صرخة لا زالت هي المحكمة لانتصار هذا الشوط لناصر بن مغير بن سالم بن حارب العميمي. ولكن أفعال مشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي مع ثاني المراكز، وبن شاهين تتدخل مع المركز الثاني بشعار راشد بن سعيد بن حمد بن غافرية الفلاسي يتدخل إلى ثاني المراكز. المركز الرابع رابع التحديات هذه مشاهدي الأعزاء، بن شاهين للسيد راشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي. وعلى خامس المراكز، خامس الأسماء المنطلقة والمتواجدة في هذا الشوط، هملولة سيب مسلم بن قنزول بن حمرور العامري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء. السيارة بالانتظار، نيسان بترول ستيشن تي 3 ينتظر الفائز بالمركز الأول. نعود إلى البداية، نعود إلى المركز الأول. يا سلام يا بن شاهين على الصدارة، راشد بن سعيد بن حمرور
احمد بالغافريه الفلاسي، ولكن صرخه عادت مره اخرى لتعلن هذا الانطلاق مع اول المراكز لتحتل المركز الاول. تنطلق بهذا الاداء الجميل لناصر بن مغير بن سالم بن حارب العميمي، غير على الصداره، غير على المركز الاول، المركز الثالث، المركز الثالث. وصلت افعال مشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي يتقدم مع ثالث المراكز. المركز الرابع، رابع الاسماء، وصلت في هذه اللحظات مشاهدي الاعزاء هملوله سيب مسلة بن قنزول بن حمرور العامري، بينما الدخول من قبل نتابع هزيج لعاطب بن صالح بن محمد الرشيد اليامي، ولكن من الجانب الاخر تتدخل العنود بانجازاتها بتاريخ المشرف علي بن سعيد بن محمد بن مسعود الاسود. المري يصل مع العنود مع خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الاعزاء، هذه النتيجة للمراكز الخمس الاولى. بدينا نقترب من الامتار الاخيرة والخط المستقيم امام المنصة الرئيسية. نعود الى المركز الاول، نعود الى صرخة، صرخة على الصدارة لناصر بن مغير بن سالم بن حارب العميمي، لا زال قائدا لهذه المسيرة، مسيرة الليل الكبار وتحديات الثمانية كيلو مترات. نتابع ثاني المراكز، بن شاهين لراشد بن سعيد بن حمد بالغافرية الفلاسي يتقدم مع ثاني المراكز. المركز الثالث، المركز الثالث، وصلت في هذه اللحظات أفعال، أفعال لمشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي، ولكن العنود، العنود يا ببر قادمة مع رابع المراكز صاحبة الإنجازات الكبيرة لعلي بن سعيد بن محمد الأسود المري، يتقدم مع رابع المراكز. يقدم لنا العنود، عنود الصيد يا بلسود، يقدم هذا الأداء المميز. ولكن خامس المراكز أهازيج لعاطب بن صالح بن محمد الرشيد اليامي، وشعار هنا بن قنزول يقدم لنا هذا الأداء الممتاز، سيب مسلة بن قنزول العامري مع حملولة على خامس المراكز. ولكن نعود، نعود إلى البداية، البداية مشاهدي الأعزاء مع صرخة، صرخة على المركز الأول، صرخة مع هنا الانطلاق الأول مع التحدي حد الأول ناصر بن مغير بن سالم بن حارب العميمي، ولكن المركز الثاني العنود، 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 يا سلام، علي بن سعيد بن محمد بن مسعود الأسود المري، ولكن المركز الثالث. وصلت بن شاهين لراشد بن سعيد بن حمد بن غافرية الفلاسي، وهنا شعار الخليفي يتدخل لأول نداء القادم مع رابع المراكز. يا سلام، يا سلام، يا الأسماء الكبيرة، وصلت الشعارات الخطيرة. نتابع مشاهدي الأعزاء سيب مسلة بن قنزول بن حمرور العامري، قادم العامري ليعلن هذا التحدي، ولكن الشعار الإعصار الغربي قادم مع خامس المراكز. ولكن صرخة، صرخة مع البداية، مع الناموس الأول، مع التحدي الأول. الله يا صرخة، صرخة لناصر بن مغير بن سالم بن حارب العميمي، يقدم صرخة في هذا الشوط المثير، في هذا الشوط الكبير. ولكن العنود، العنود، العنود لعلي بن سعيد بن محمد بن مسعود الأسود المري، وهنا القادمة، القادمة بكل قوة. وصلت مشاهدي الأعزاء، الله يا شعار محمد بن زايد المنصوري يتقدم مع ثاني المراكز، يقدم علاج محمد بن زايد بن خلفان المنصوري مع علاج، علاج على المركز الأول، علاج مع التحدي الأول. ولكن هملولة سيب مسلة بن قنزول بن حمرور العامري مع الأمتار الأخيرة، مع اللحظات المثيرة، هملولة غيرت على الصدارة. تهانينا، تهانينا والناموس لسيب مسلم بن قنزول بن حمرور العامري على هذا الأداء المميز مع حملولة بينما ثاني المراكز. شيخنا اللي كنه الحر بن شاهين لراشد بن سعيد بن حمد بن غافرية الفلاسي المركز الثالث، علاج لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري المركز الرابع، جاءت فيها العنود لعلي بن سعيد بن محمد بن مسعود الأسود المري المركز الخامس، جاءت فيه صرخة لناصر بن مغير بن سالم بن حارب العميمي. تهانينا وناموس مشاهدي الأعزاء لمالك هملولة على هذا الفوز المميز. تهانينا والف مبروك لسيب مسلة بن قنزول بن حمرور العامري على اختطاف هملولة بناموس هذا الشوط مع الأمتار الأخيرة، والتوقيت الزامن 12 دقيقة 48 ثانية وأربع أجزاء من الثانية، هو توقيت هملولة صاحبة المركز الأول. المركز الثاني جاءت في مشاهدي الأعزاء بنت شاهين الشهنية لراشد بن سعيد بن حمد بالغافرية الفلاسي،
توقيت الزمني 12 دقيقة 49 ثانية وجزء واحد من الثاني تهانين وناموس، بينما المركز الثاني جاءت فيه علاج لمحمد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. التوقيت الزمني 12 دقيقة 49 وجزئين من الثانية تهانينا والناموس لجميع الفائزين. إذن مشاهدي الأعزاء